برضو لو نرجع شويه لورا، ما تعاقدنا مع فلافيو طبعا انجولي فاكر طبعا. قعد سنه، احنا بنقول الكلام ده والناس عارفاه بس هنفكر نفسنا بيه تاني عشان اللي نسي نفكره. سنه كامله قعد ما جابش يعني غير تقريبا جول واحد، وقتها كانت كل الجماهير والصحف والنقاد قال لك يعني انها صفقه ضعيفه، والبعض وصفها بالصفقه الفاشله كمان. بعدها فلافيو عمل ايه؟ بعد كده بقى من اهم هدافي الدوري المصري. صحيح. وبقت اهدافه كمان يعني ماركه مسجله، وهو وجيلبرتو صحيح لو طبعا هنجيب كمان طبعا. سيره جيلبرتو. عشان كده برضو انا اتوقع ان ميكسيوني هيقدر ان هو بشكل كبير يظهر في الفتره اللي جايه. وعجبني كمان حاله الانسجام الكبير، لو احنا هنتكلم بقى على تفاصيل شويه، بين اللعيبه ولعيبه الخط الامامي تحديدا قفشه، شريف، حسين الشحات، بعد ما نزل كمان احمد عبد القادر، حسام حسن اللي كان هيسجل خلاص هدف عالمي لولا طبعا يعني يعني خلاص مش مشكله. وعجبني جدا برضو، مش هنتكلم في الحته دي خليها في الفقره، زياد طارق برضو اللاعب الشاب الجميل جدا، احد اكتشافات باتسو موسيماني، واللي هيبقى ليه مستقبل كبير جدا كلنا متوقعين ان شاء الله مع الاهلي. فهو الاهلي بمن حضر زي ما احنا بنقول، مش هنقعد نكررها بس فعلا دي حاجه او دي زي ما بتقال كاستراتيجيه لازم نكون مؤمنين بيها جدا. فما فيش مشكله ابدا، ادي فرصه. احنا ياما قابلنا قبل كده وفي التاريخ عندنا ياما ناس كانت بتراهن على فشل بعض اللعيبه، وللاسف الشديد يعني ده ما حصلش، او مش هنقول للاسف الشديد، لحسن الحظ ده ما حصلش، والعكس صحيح. ناس كتير برضو يا كريم كانت بتقول لك ده لاعب كويس وللاسف ممكن ما يكونش ادى بالشكل المرجو. فده موجود وده موجود يا جماعه. فالقصه كلها ان زي ما انت قلت ما فيش حد اسمه بيتحط تبع او خاص بالنادي الاهلي الا ما بيكون قد هذه الفرصه. فلان النادي الاهلي ما بيهزرش، يعني ما ينفعش ان هو هيجيب لاعب وهيعمل صفقه وعامل دراسات ووسائل وعامل كل الكلام ده وبعدين منضم للنادي الاهلي بقى يجي يقول لك ايه لا احنا اخترنا غلط. يعني بس الامر ما يخلاش برضه، انت خلي بالك ان دي برضه ايه تفصيله كده من طبيعه تكوين الجماهير، مش بس بتكلم على جماهير النادي الاهلي، يعني في ساعات كتير بمنتهى المحبه تلاقي ناس قاعده للسقطه واللقطه وتتصرف في اصدار الاحكام وتتسرع في نشر هذه طبعًا الاحكام طبعا. بس هقول لك على حاجه، يعني ما بيبقاش، انا هتكلم على جماهير الاهلي ماليش دعوه بالنقاد الرياضيين الاخرين ولا اللي بيتكلم باسم النادي الاهلي، هو لا ينتمي للنادي الاهلي بشيء. انا هتكلم عن جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي لما بتيجي تنتقد لاعب، وبلا ذكر اسماء، كان في الفتره اللي فاتت او الموسم اللي فات انتقاد لاعب بعينه كانت صفقه جديده للنادي الاهلي، لكن ما كانتش الجماهير بتطلب يعني رحيله. القصه ان انت ما بتبيعش، انت بتبقى على اللعيبه بتوعك، بتبقى على الناس بتوعك، بتبقى عايز ان هو ممكن يروح يعني يعمل اعاره في مكان ما ويرجع لك مره ثانيه افضل. على فكره فكره الاعاره دي ياما صنعت اسماء عظيمه جدا. فتاني النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ما بتبيعش، هي دي النقطه، انت ما بتبيعش حد من ولادك، انت ممكن تودي حد اعاره، ممكن تودي حد في مكان معين بس انت بترجعه بعد كده وهو بيثبت ان هو افضل من الاول، ده اللي احنا نعرفه على مر التاريخ يعني هنحكي قصص. صحيح. وكنا لسه امبارح بالمناسبه يعني في النقطه اللي بتتكلمي فيها امبارح كنا بنتكلم ان تمت اعاره 2 من لعيبه النادي الاهلي الشباب، والنهارده كان في كلام كده برضو على لعيب ثالث. فاكيد اللي انت بتقوليه كلام مظبوط، فكره الاعاره انت بتخلي اللعيبه بتوعك اللي ما عندهمش مساحه قوي ان هم يلعبوا ويشاركوا في مباريات بتساعدهم بتنميهم بتديهم فرص بيستووا. ايوه ايوه عارفة المصطلح بتاع يستوي، بيطلع يستوي ويجي لك بقى انما تبيع إيه؟ ده مش من ثقافتنا ابدا. صحيح. مش النادي الاهلي اللي يعمل بس كده. هو ارجع تاني واقول لك برضو الجماهير، بدليل ان حتى الجماهير ممكن تلاقوا الان النادي الاهلي مشارك في 4 5 بطولات بس الجمهور واخد على خاطره جدا ان احنا خسرنا بطوله واحده من الاربعه او الخمس بطولات. يعني ثقافه المكسب بشكل دائم وفي استدامه دي موجوده دايما عند كل الاجيال من جماهير ومشجعي ومحبي النادي الاهلي.